الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. البعض من الناس وخاصة شبابنا اليوم لا يؤمنون بوجود الجن في حياتنا، والجن ذكره الله سبحانه وتعالى في عدة صور، منها صورة الرحمن الذي قال فيها الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، خلقنا الإنسان من صلصال كالفخار، وخلقنا الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. إذن الجن مخلوق من مخلوقات الله، وهو مخلوق ناري، والله أعطاه قوة بأن يستطيع الطيران، ويستطيع أن يتلبس بالإنسان، ويستطيع أن يتشبه بالإنسان، وأن يستطيع أن يرى الإنسان ونحن لا نراهم. وكذلك هو قرين للإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله عندما كان جالسا مع أصحابه، قال لهم: لكل منا قرين من الجن. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. هذه قوة الجن. ولكن نحن في هذا الموضوع نريد أن نتحدث عن قوة الإنس، أن الإنس أقوى من الجن. بماذا؟ هذا ما سنتحدث عنه، وهذا ما سنتحدث عنه ونعرفه. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس والإعجاب في القناة. نرجع إلى الموضوع. قلنا: بماذا يكون الإنسان أقوى من الجن؟ في سورة النمل، وسورة النمل قد ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان مع بلقيس. سيدنا سليمان لما أراد أن يأتي بعرش بلقيس، قال للملأ من حوله: أيكم يأتيني بعرشها؟ فقام عفريت من الجن وقال: أنا سآتيك به قبل أن تقوم من مجلسك. وقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا سآتيك به قبل أن يرتد لك طرفك، أي في رمشة عين. وهذا الذي عنده علم من الكتاب، كما يقول المفسرون، إنه كاتب سيدنا سليمان، وهو آصف بن برخية، وقد كان عنده أيضا الاسم الأعظم. فما هو هذا الكتاب الذي عنده علم منه؟ إنه القرآن. عنده علم من القرآن. في عهد سيدنا سليمان أنزل الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم، حتى أنه لما كتب إلى بلقيس، كتب في رسالته: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم أنزلها الله كما قلت على سيدنا سليمان، وأنزلت أيضا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هذان النبيان هما اللذان أنزل عليهما سورة عفوا آية بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم آية، لأنه في سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة نعرف أنها تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وسور القرآن كلها تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن سورة الفاتحة فيها ستة آيات، فأين السابعة؟ ونحن نقول أن سورة الفاتحة هي السبع المتاني، السابعة هي بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن
كلهم جموع في سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة مجموعة في بسم الله الرحمن الرحيم. فأنت إن قلت بسم الله الرحمن الرحيم فإنك قد قرأت القرآن كله. بسم الله الرحمن الرحيم اسم الله العظيم الأعظم. وقلنا أن أصل بن برخية كان عنده الاسم الأعظم. ما هو هذا الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى؟ الاسم الأعظم اسم من أسماء الله الحسنى، وأسماء الله الحسنى كثيرة، منها ما علمه الله للملائكة، وما علمه الله لأنبيائه، وما علمه الله لنا نحن 99 اسما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فقلنا وأسماء استأثر بها الله في علم الغيب عنده. إذا قلنا إن اسم الأعظم هو اسم من أسماء الله الحسنى. فأنت أيها المسلم إذا أحصيت أسماء الله الحسنى فلا بد أن تصادف الاسم الأعظم. إذا القرآن، أسماء الله الحسنى، الأذكار، الصلاة، كل هذه الأشياء يكون الإنسان أقوى بها من الجن. هذه هي الأشياء التي يكون الإنسان، كما قلت، يكون الإنسان أقوى بها من الجن. وهناك الأذكار كذلك. الأذكار، ما هي الأذكار؟ عندما الإنسان يقوم بالليل ويريد أن يذهب إلى دورة المياه، فإنه يقول: قل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أي أعوذ بالله من ذكورهم وإناثهم. وعندما ينام وتظهر له كوابيس وينزعج في نومه، فيجب عليه أن يقول: قل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. الشياطين هم جنود إبليس، وإبليس كما نعلم أنه عصى الله. فعندما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم، لأن إبليس كان من الملائكة، فالملائكة سجدوا إلا إبليس، فقد عصى الله وقال لله عز وجل: سآتيهم عن يمينهم وعن شمائلهم، أي نحن عباد الله الإنس، ونحن نذهب إلى العرافون ويقولون لنا: اذبحي الشاة على البحر الفلاني، عفوا، اذبحي الشاة على الوالي الفلاني، واذبحي الدجاجة على البحر الفلاني، واعمل زار للأسياد. أتسمون إبليس وجنوده أسياد؟ إبليس الذي عصى الله ورفض أن يسجد لكم، يسجد لآدم أبونا جميعا، أبو البشرية هو آدم، أبو الإنس. إبليس قال لله عز وجل: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ماذا يخلق. فالإنسان خلق الله له العقل في سورة الرحمن أيضا، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. إذن الله فضل الإنسان على سائر مخلوقاته بأن جعل له العقل. عقلك يا إنسان، وتذهب إلى الخرافات والشعوذة، وتطيع كما قلت الأسياد ذرية إبليس تطيعهم، ونحن الأقوى
ونحن الذي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا سآتيك به قبل أن يرتد لك طرفك أي في رمشة عين. علم من الكتاب، الكتاب هو القرآن، والقرآن فيه أسماء الله الحسنى، فيه المواعظ، فيه الأحكام، فيه التشريعات، فيه جميع ما نريد وما نحتاج وما نريد أن نفهم في هذه الحياة. فالله سبحانه وتعالى هو المتدبر في كونه، هو المتصرف في كونه، هو الذي يعلم الغيب، ليس المنجمون والعرافون. فكذب المنجمون ولو صدقوا، كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأشياء التي تقوينا وتجعلنا أقوياء، ولا يستطيع الجن أن يتلبس بنا وأن يوسوس لنا، لأن الجن إذا ذكرت الله هرب. الشياطين ذرية إبليس كما قلت يهربون إذا ذكر الله. الآذان عندما يؤذن المؤذن فإن الشيطان يفر، وعندما ينتهي المؤذن يقبل الشيطان. والإنسان يجب أن يذكر ربه، ولا تنسوا لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله، أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. ويقول أيضا فيما رواه صلى الله عليه وسلم عن ربه، لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني آمن من عذابي. إذن إذا قلت أنت لا إله إلا الله فإنك دخلت إلى حصن الله، وإذا دخلت إلى حصن الله حفظك الله. وجعلك إنسانا سعيدا. وإذا لم تقل لا إله إلا الله سلط عليك إبليس وجنوده، فينغصون حياتك ويجعلك مهموما في حياتك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إذا ذكرت الله فقلبك يطمئن. إذا كنت مهموما ومكروبا فالتجئ إلى الله واذكر الله وقل لا إله إلا الله. في كتاب ملكوت الله للشيخ سالم عبد المقصود يحكي على أن إنسي كان يقول لا إله إلا الله، فمر من جانبه جني فصرع أو صعق، فاجتمعت الجن حوله وقالت ماذا به؟ قالوا مسه إنسان. لماذا مسه إنسان؟ أليس نحن الذين نصرع الإنسان؟ فلما استفاق قالوا له ماذا بك؟ قال كنت مارا بجانب إنسي وكان يقرأ لا إله إلا الله أو يذكر لا إله إلا الله، فصرعت أو صعقت. لا إله إلا الله. أفضل العلم العلم بالله، وأفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله دائما لا تنسوها، قولوا لا إله إلا الله فإنها حماية لكم. لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني آمن من عذابي. صدق الله العظيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لا تنسوا أن تدعمونا بآرائكم، فإن آراءكم تهمنا لكي نتناقش ولكي نستفيد جميعا، فزكاة العلم تبليغه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.